bacterial skin infection، اليوم ناخذ الـ parasitic skin infestation. نكمل بسلسلة المحاضرات كل الـ skin infection and infestation، وبعدها ندخل بالـ other diseases. فبالـ parasitic skin infestation راح نتناول ثلاث أمراض اللي هن مشهورة وكمان نشوفوها بالاستشارية، اللي هن البيديكيلوسيز والسكيبيت والبغداد بويل، بالعربي يعني القمل والجرب وحبة بغداد. فنبدأ بأول موضوع اللي هو البيديكيلوسيز القمل. حقيقة القمل بيه ثلاث أنواع، النوع الأكثر يشوفوه هو البيديكيلوسيز كابيتس، يعني القمل اللي يصير فروة الرأس، هذا the most common type in Iraqi patient. السكند موست كمان هو البيديكيلوسيز بيوبس، اللي هو يصير بالمناطق بالشعر اللي بالسكشوال اريا، اللي هو البيوبيك اريا، ولكن إلى قابليه انه يصير ان انذر اريا، هسه ان شاء الله لما نبدا بالسلايدات نعرف. عندنا البيديكيلوسيز كوربورس اللي هو القمل اللي يصيب الجلد مات الجسم، وهذا رير ان Iraqi population، فيري رير، عادة نشوفها بالمناطق اللي يكون بيها هوملس مشردين نتيجة يعني ظروف طبيعية زلازل شيء، فالناس تشرد تبقى أشهر خارج بيوتها يصير عندهم البيديكيلوسيس كوربورس. أول شيء إحنا كنا نعرف البراسيتيك سكين انفستيشن، كلمة انفستيشن فرقها عن الانفكشن إنه الانفستيشن المايكرو أورجانيزم أوبليجيت هيومن، يعني ما يقدر يعيش خارج الهيومن بودي، هو اوبليجيت هيومن باراسايتس، سواء البيديكيلوسيز او السكيبيز او البغداد بويل، كلهن ذني انفستيشن، يعني المرض ما يصير الا اذا اجى على جسم الانسان. فهسه قلنا انه عندنا 3 كلينيكال تايب، طبعا البيديكيلوسيز كابيتس والكوربورس يسويهن نوع معين من الباراسايت يسموه بيديكيلوس هيومنز، اما البيديكيلوس بيوبس كوز باي اذر ما يعني باراسايت اللي هو يسموه فيثرس بيوبس. الاشكال مالتهن ايضا تختلف، لو تشوفون الاي اللي هو البيديكيلوس هيومنز اللي يسوي الكابيتس والكوربورس، والثاني اللي هو الفيثرس بيوبس اللي يسوي البيوبس، يعني البيديكيلوسيس بيوبس. والصورة الثالثة سي قاعد نشوف الايد اللي هي النت، يعني الصواب اللي بالعربي يسموه صواب، اللي هي عبارة عن البيضة مالت القمل. هاي مجرد الصور كرسم، وبالحقيقة هيك قاعد نشوفن، يعني هاي البيديكيلوس هيومنز وهاي البيديكيلوس الفيثرس بيوبس اللي يسوي البيديكيلوسيس بيوبس. على مود نعرف الأنواع ونعرف المايكرو أورجانيزم اللي قاعد يسويهن. هسه كون ناخذ ويبدي يسوين هاي عندنا يسموه رول اوف 7. شنو هذا الرول اوف 7؟ باللايف سايكل مالته كل خطوة راح ناخذها تحتاج تقريبا 7 أيام يلا تتم. يعني لما يلتقي يلا المايكرو أورجانيزم ذن انفرز منهن أول بيضة، وراها ورا ما انفرزت أول بيضة تحتاج 7 أيام يلا تفقس هاي البيضة. وأول ما تطلع البيضة تطلع لنا 7 بيضات مو بيضة واحدة، فإذا أول ما تتزاوج تحتاج 7 أيام يلا تفرز أول بيضة، ما تفرز 7 بيضات، وهاي 7 بيضات يحتاجن 7 أيام يلا تفقس وتطلع لنا أول مايكرو أورجانيزم اللي يسموه نمث. هذا النمث يحتاج 7 أيام يلا يصير أدلت، فهذا يسموه رول أوف 7. فالرول اوف 7 يفيدنا انه نعرف اللايف سايكل اوف البيديكيلوسيس. راح هسه ننتقل التايب تايب اللي هو البيديكيلوسيس كابيتس، هو الموست كومن تايب واللي هو نهتم به. لما يصيب الانسان اول شيء
itching بالسكال دكتور انا فروه راسي تحكني عاده احنا نشوفها بالبنات تقول لي دكتور انه هاي بنتي بدها تصير حكه فروه راسها شطلها دكتور لاحظت اكو مثل القشره البيضاء هذا عاده اليوجوال هيستوري انه المرضى لما فاحنا نفحص طبعا القشره لما نفحصها كاركترستيك فيتشر على مود نميزها عن القشرة العادية نشوفها يعني ما مكبرين المكان تشوف كأنه مثل القشرة وأكو الرثيمة صايرة تالي على مود من التشخيص اللي هو السايكل اللي عادة organism اللي هي البوست اوراكولار اريا والاو تو اريا عاده هن الفيرست لها بالبدايه فاحنا نفحص هاي المناطق الثانيه الشغله الثانيه بعد الفحص نركز على الواحد سنتيم من الهير يعني الهير اللي قريب من السكالب مو تيجي تفحص الهير اللي هو صاير بالنهايه افحص اول 1 سنتيم الفكره وين هذا المايكرو اورجانيزم التغذيه مالته تعتمد على السكن هو يتغذى على الدم فهو يحتاج مكان قريب لذلك يتركز باول 1 سنتيم من الهير فلذلك نفحص ذني الاماكن لما نفحص هاي الاماكن لما نتقرب راح نلقى الادلت مايكرو اورجانيزم شوفوهن ذن الأدلت مايكرو أورجانيزم ولما نفحص بعد between the hair راح نلقى النتس اللي هن السواب اللي هن عبارة عن البيضات لأن هاي احنا كل 7 أيام نذب لك 7 بيضات فنجي نفحص ذن الإيجز الإيجز بيهن كاركترستيك اللي هو على مود نميزها من القشرة العادية وهاي نقطة كلش مهمة يعني انت كلينيكلي مرات المريضة تجيب لك بتها وهي تقول لك دكتور أنا شاكة بتي عندها قمل وانت لما تفحصها تلقى عندها مو قمل قشرة عادية القشرة الدهنية ومرات بالعكس المريضة عندها قمل وهي تعتقد انه بتها عندها قشرة دهنية فاحنا كأطباء شلون نفرق بيناتهم فروقات بسيطات اول فقرة لو تنتبهون للإيج اللي هنا شفناها الايد مات البيديكيلوسز اللي هي النيكوبيديكيلوسز عادة لما ترتبط بالهير شاف ترتبط بانجل اللي هي عادة 45 درجة يعني شوفوا هسه هاي الايدز مرتبطة بانجل يعني مو هذا زهرد اتاش ان سيرتين انجل اللي هي عادة 45 ديجري هاي نقطة مهمة اما لو نرجع لل السكيل مالت السيفوريك سكيل يعني القشرة راح نلقى it is not attached to the hair with angle without an angle وهاي بالصورة هسه واضحة ثاني شغلة لو تذكرون الصورة اللي أخذناها هنا بالبداية لو تنتبهون على الايج هنا الايج لما تجي الادلت مايكرو اورجانيزم لما تريد تحط الايج على الهير شاف راح تحط مادة صمغ تلزق الايج بالهير شافت هاي المادة تكون firmly attached يعني الايج مو هيك loosely attached firmly attached between the eggs the nets of pediculosis و between the seporic scale اللي هي عادة loosely attached لان ماكو هاي المادة اللي مثل الصمغ اللي لازقت لك السكيل بالهير طبعا بالمناسبة السيبوريك سكيل هي عبارة عن thin layer of stratum corneum اتقشرت هاي القشرة الدهنية هي عبارة عن طبقة من stratum corneum انشلعت فهي ما متشلبة بالهير انما واقعة على الهير كأنه تريد توقع اما الايج لا الايج يجي الادلت مايكرو اورجانيزم يلزقها بالهير هاي النقطة الثانية النقطة الثالثة لو نرجع للصورة الايج ما دام هي بيضة تاخذ regular shape اما السكيل لو تنتبهون هنا السكيل تكون هب هزارد ما الها
ما إلها فشيب معين، لأن هي قلنا طبقات من الستراتم كورنيا مشلعة، فممكن هاي الطبقة صغيرة كبيرة، القطعة اللي انشلعت حسب، فهب هزار شيب الريجولار شيب. الشغلة الأخرى، رابع نقطة، الإيك بيها قشرة، وهاي القشرة مثل ما نشوف هسه بالصورة شايني أبيرانس، ولذلك عندنا بالاستشارية اللي داوموا عملي أكو جهاز بسيط اسمه ووز لايت، هذا يبعث لك ضوء، مرات نستخدمه على مود نتأكد من التشخيص، نفتح على الإيكز راح تنطي انعكاسات اللي هو نتيجة الشايني أبيرنس، نتيجة هذا السطح العاكس مالت القشرة مالت البيضة. أما القشرة العادية القشرة الدهنية تكون dull looking، يعني لما نفتح الضوء ما تعكس لنا أي شيء لأن ما بيها أسطح عاكسة. والنقطة الأخيرة واللي عادة خاصة البيبيات يعرفونها، لما يجيبون البيشن البيبية تقول لي دكتور أنا هاي يعني حفيدتي أدري بيها قمل، شون درت؟ عندهم فد ساين احنا نسميها كليك ساين، هاي البيبية تكمش البيضة وبأظافرها تجحصها، إذا سمعت طقة فهي هاي إيك، وإذا ما سمعت طقة تعرف إنه هاي نوت نتس. فهاي نقطة مهمة وإحنا أيضا نستخدمها اللي هو الكليك ساين، positive in tuberculosis and negative in seborrheic scale. positive لأن هي بيضة، يعني بيضة لما نطقها مثل البيضة الكبيرة نطقها تطلع صوت. أكو أحد عنده سؤال لحد الآن نقطة مو واضحة بالبيديكيلوسيس كابيتس؟ أكو هنا بهذا السلايد نقطة كلش مهمة، مرات هاي اللي راويتكم ياها الصور سواء النت أو الأدلت مايكرو أورغانيزم، إذا العائلة نظيفين ومرتبين وعادة يعني ما يعوفون بيتهم يوميا يسبحوها، عادة لا نقدر نشوف النت ولا نقدر نشوف الأدلت مايكرو أورغانيزم، لأن هذا ويا الغسل التكرار الغسل يوقعن تبقى كم وحدة اللي هن الإيجز مشلبات، فإذا ما تفحص عدل مرات تفوتك. كشون نعرف التشخيص؟ أكو نقطة كلش مهمة وهي موجودة بالكتب يعتبروها كرول، يعني عندنا إذا أكو عندك recurrent impetigo أو عندك recurrent excoriated papules بالسكالب أو recurrent impetigo in the scalp with night itching، يعني حكة بالليل أكثر شيء، هو يقول لك الطفلة دكتور أنا تحكني فروة رأسي، بس عادة الحكة تكثر بالليل، فـ recurrent impetigo أو recurrent excoriated papule مثل ما قاعد نشوف بالصورة with night itching it is pediculosis capitis and tolerable otherwise، يعني حتى لو ما شفنا النتس نتيجة انه قلنا انه frequent washing، مجرد انه نشوف هاي البيكتر it is pediculosis capitis and tolerable otherwise. بقى هاي هسه الصورتين هاي وهاي قاعد نشوفها بفروة الرأس، أما هاي نشوفها بالناب أوف ذا نيك. هسه واحد يسأل إحنا المشكلة عندنا بالكابتس يعني بالسكال، إيش جابه للناب أوف ذا نيك؟ الفكرة كلش بسيطة وهاي كلش هو نشوفها بالاستشارية. الشغلة إنه الهير مات الفيميل طويل، والمايكرو أورجانيزم خاصة لما نصير هيفيلي انفستد راح يبدي يمشي على الهير شاف تقريبا سنتيمين ثلاثة، هو يمشي عليها يمشي يروح ويرجع. هذا لما البنية منزلة شعرها يعني على رقبتها وعلى أعلى ظهرها، هذا المايكرو أورغانيزم يصير in contact with the skin of the nape of the neck، طبعا البوستيريور سيرفيس مات النيك يسموه nape of the neck، فالمايكرو أورغانيزم يستسهل انه يجي الفيدينج مات ياخذه من هذا السكن، لان الشعراية جاية in contact with it، فيجي ياخذ منه يسوي sucking of blood ويرجع للهير. ولذلك طبعا هاي الليجن ليش قاعد تصير؟ المايكرو اورجانيزم لما يجي يعض الجلد راح السلايفة مادة بيها مادة، هاي المادة تكون irritant للسكن، فلذلك تصير حكة. الفيميل بالاظافر مالتها لما يصير عندها حكة باظافرها راح تحك المكان وراح يصير عندنا ذني الاكسكوريتد بابيول. الإكسكورييشن صار نتيجة السكراتشينج،
أما البابيو الواحد اللي صارت صارت نتيجة الاليرجي from this saliva. Saliva material الموجودة بالمايكرو أورجانيزم. ولذلك هاي البيكتشر احنا هاي ايضا كمان نشوفها بالاستشارية، يجونا عبارة عن multiple excoriated papule بالناب of the neck. Characteristic feature للbediculosis cavitis. لحد الآن هسه أخذنا الكلينيكال فيتشر، عرفنا الباثوجينيسيس، شلون اللايف سايكل مالت المايكرو أورجانيزم، الدايجنوسيس مالتها مثل ما أخذنا وفرقنا النتس عن السكيل والهيستوري، التيبيكال هيستوري اوف نايت إتشينج. وعادة يجونا أكثر من فاميلي ممبر لأن هو ينتقل عن طريق الدايركت كونتاكت، حتى ينتقل عن طريق المشاطة المشتركة، عن طريق الأمور اللي تنحط على الرأس إذا فرضا بالغ يستخدمون طبعات شيء أيضا ينتقل. فهنا هسا كدايجنوسيس نعتمد على الكلينيكال فيتشر وعلى الانسبكشن إنه نشوف الإيج اللي هن النتس والأدلت وورم. على مود نوصل للعلاج، العلاج عندنا هواي علاجات حاليا متوفرة اللي هو اللايسيد شامبو. اللايسيد شامبو بمادة اللي هي الفيرمترين اللي نفسها هسا راح ناخذها بالسكيبيز. هاي المادة عاشتي دكتورة سينا أنتي لايس شامبو أو اسمه الثاني لايس الشامبو. الفكرة بهاي المادة إنه عندنا بيها لوشن وعندنا شامبو. إحنا عادة نفضل كأطباء نستخدم الشامبو لأن طريقته سهلة، اللوشن يرد وقت طويل. فالشامبو عندكم نقطتين تكون تخلوها ببالكم. أول شيء، سابقا الشركات كانت تصنع الشامبو إلى قابلية بس يقتل الأدلت وورم، ما يقدر يقتل الإيج، يعني ما يقدر يخترق النت ويقتلها. ولذلك سابقا وحتى حاليا ورا ما تحسنت الأدوية ظلينا نستمر على نفس الرجيم. الفكرة وين؟ الفكرة انه هذا الشامبو لما تجي الفيميل طبعا ننصحهم انه نقول لها دخلي تنفس للحمام، والنقطة كلش مهمة انه يكون تحط الشامبو وشعر بيتها يكون ما عليه مي، يعني شعر يابس، يعني عكس اليوجوال. هسه انتم لما تسبحون بالحمام بالبدايه تدير مي على راسك وتالي تحط الشامبو، هنا بالعكس. الفكره وين؟ الفكره انه هذا المايكرو اورجانيزم بس يجي الماي يلوحه راح يسد كل المسامات الموجوده بالسيرفس ماتر ويمنع اي نتيجه تخترقه. ولذلك عاده يعني هواي مرات إذا إحنا ما ننبه العائلة على هاي النقطة تجيك الأماية ورا فترة تقول لك دكتور انطيتني علاج وما استفادت. الحقيقة الخلل من عندك، أنت ما وجهتها على طريقة الاستخدام الصحيح. فالنقطة الأولى نقول لها دخلي بالتج وما يصير تديرين على شعر بالتج مي، كون يابس على مود المايكرو أورجانيزم ما ينتبه إنه لما يجي المي إنه يغلف روحه، فبسرعة راح يجي الدواء بدون ما هو متحضر فيصير الإفكت مات الدواء كلش عالي عليه. الدواء هذا البيرمثرين اللي باللايس الشامبو أو الأنتي لايس شامبو هذا في إنه يسوي باراليسز للمايكرو أورجانيزم، فكل أعضاء بعد ما تقدر تتحرك، فلذلك يصير بي سوفوكيشن ويوجا. فبتتيابس دير الشامبو وفركي شعرها كله وفي 10 دقائق تستخدمين هذا المنشط اللي يجي في حال ما اجى. اغلب الشركات هسه تحطه ويا الشامبو، في حال الشركات القديمه اللي كانت ما تحطه نقول للاميه استخدمي مشط مالت شعر لحيه مالت الرجال يكون نقولها استخدمي، فورا 10 دقائق تبدا تمشط شعر بتها. لازم كل نتيجه الدواء صار ببراليس هذا الشعر الناعم، هاي كلها قللها ورا اسبوع الى 10 ايام كرر هاي العمليه. الفكره وين؟ الفكره انه قلنا انك ما تقدر تخترق الايج، فلذلك يعني المايكرو اورجانيزم، فلذلك ورا 7 ايام يرجعون يستخدمون العلاج من جديد. طبعا قلت لكم هذا بالشامبوات القديمه، هسه الشامبوات الجديده صارت لها قابليه انه تقتل الايج، ولكن احنا بقينا اكو ايج لان اكو هسه عندنا بالبحوث
resistant يعني نتس، رغم انه الشركه مصنعه انه يعني الى قابليه يخترق الايج، اكو لقوا بالبحوث انه بدت الايجز اورجانيزم يطور روحه ويحط الايجز مور ريزيست نفس الاسكيدجول ورا 7 ايام من العلاج على مود الايجز اللي هن هاتشينج يعني اللي ورا 7 ايام يفقسن. بالنسبة للدكتور أمير يسعى واحدة باليوم، نعم دكتور نستخدم مرة ونكرر أيضا. طبعا هذا اللايسيد شامبو بس كون طريقة الاستخدام صحيحة. أكثر نقطة مستيك تصير عند الأهل إنه يستخدمون بالبداية يبللون الشعر، طبعا هذا اليوجوال يبلل الشعر ويحط الشامبو، هذا أكبر مستيك تتحملها انت كطبيب انه ما نبهت الاهل، لان هذا هم يعتبروه فشي يوجوال. طبعا بالمناسبه مرات عندنا حالات انه الشامبو فرضا يجون الاهل كم مره لو هم ما يعرفون يستخدموه بشكل صحيح، او يقول له يا دكتور يعني ما استجاب. اكو عندنا الكريم نفسه هو البير تستخدمه للريزستنت كيسز، يستجيبون للشامبو هم قليلين اذا فعلا استخدموا الشامبو بشكل صحيح. طبعا هنا نسأل سؤال، اكو احد سامع علاج للقمل مات الشعر يوجوال سامع من الناس غير الشامبو؟ اكو احد منكم يقدر يكتب لي فد علاج معروف الناس؟ النفط عاشتيه دكتور سينا، دكتور جعفر عاشتيه النفط، الكيروسين الناس هواي تستخدمه. وبالمناسبة الكيروسين موجودة بكتبنا مات الجلدية ضمن اللاينات of treatment of pediculosis cavitis. زين احنا ليش ما نستخدمه؟ انا ما اقول للمريض استخدم الكيروسين للنقاط التالية. اول شيء الكيروسين اذا اجى على السكالب سكن يكون الرتنت، وانا هواي شايف كيسات يحطون كيروسين ويقدم على كل السكالب، فانت بدل ما تحل مشكلة البيديكيلوسيس دخلت المريض بمشكلة الاكزيما والاكزيما وانت عندك بيديكيلوسيس راح تتعرض للامور الاولى. الفقره الثانيه الكيروسين الريحه مالته جدا مزعجه خوش، ولان طبعا هم طريقتهم اكو فكره شائعه عند الناس انه لما يصير بدهم بيديكيلوسيس يزينون شعرها، هاي نقطه يعني هي خاطئه ما يتطلب هذا الشيء. طبعا هو علميا مذكورا مذكور انه اذا زينت الشعر يكون الاستجابه للعلاج اسهل خاصه بالفيميال، لانه الدرج يعني المايكرو اورجانيزم بعد ما الى مكان يختبي، بس هذا الشيء ما تحتاجه، هذا في اولد فاشن الامور هسه تطورت فما يحتاج خطيه طفله شعرها طويل. هذا الشامبوات تطورت وتوصل لكل مناطق الشعر اذا استخدمته بشكل صحيح. فلذلك الكيروسين ما نستخدمه لسببين، أول شيء ريحته، والشغلة الثانية أنه يسوي كونتاكت درماتيتس، والكونتاكت درماتيتس مو بالشيء الهين خاصة بالسكالب، يعني لو نراويكم كيف سهل عندنا كيروسين فشيء جدا فظيع. والعلاج مات الدرماتيتس يحتاج ستيرويد، والستيرويد اميونوسبرسنت، وانت ما يصير تطفي شيء اميونوسبرسنت البيشن عنده انفكشن أو انفستيشن، فذلك الكيروسين أصلا ما نفضله بس هو مذكور كعلاج. اكو احد عنده سؤال عن البيديكيلوسيس كابيتس قبل ما ننتقل؟ فشي مو واضح على العلاج؟ اذا هاي ننتقل للسكند تايب اللي هو البيديكيلوسيس كوربورس. البيديكيلوسيس كوربورس قلت لكم هو القمل اللي يصيب الجلد مات الجسم، هذا بالعراق very rare. انا بالنسبه لي ما شايف كيس بيديكيلوسيس كوربورس لحد هاي اللحظه، ما تجينا كيسات بيديكيلوسيس كوربورس بالخارج، تصير عندهم خاصة بالدول الفقيرة واللي يصير عندهم ظروف طبيعية مثل الزلازل، هواي البراكين اللي مدن كاملة تشرد للغابات ويبقون أشهر إلى أن المدينة مالتهم يعاد تأهيلها، فذولا يبقون. السبب وين؟ إنه ذولا لما يصيرون تجمع. دكتور رشاد لحد الآن الصوت يقطع؟ دكتور حيدر أيضا الصوت يقطع يمك؟ لا دكتور الصوت واضح، الجواب ما يقطع. واضح، احتمال دكتور رشاد مني المشكلة بالنت يمكم. فالبيديكيلوسيس كوربورس
قلنا انه نتيجه التجمعات هاي السكنيه، لو واحد يعني بيرسون واحد بيشن واحد عنده بيديكيلوسيس راح يعدي كل هذا التجمع الموجود. المشكله وين؟ ذولا بالعراء، يعني هم عندهم مشكله، صار عندهم نزوح من مدينتهم وبقوا اشهر لا متوفره الامور الصحيه، وهذا اجت للمايكرو اورجانيزم، فمرات ذولا اشهر ما يقدرون يعني يسبحون، او صعوبه تبديل ملابس، ملابس ما عندهم، وذولا هواي يشوفوهم بالغرب بالهوملس المشردين. الفكره وين؟ المايكرو اورجانيزم يعيش هنا بالملابس ما يعيش بالجلد، وهاي نقطه جدا مهمه تفيدنا بالعلاج. المايكرو اورجانيزم هسه لو تشوفوه بهاي الصوره موجود بالسيمز اوف كلودز، سيمز اوف كلودز اللي هي الطيات الموجوده بالملابس، يعني مناطق الطيه الموجوده بالاكزيلر، مناطق الطيات الموجوده بالانجواينال فولد. الفكره ليش يختار هاي المكانات من الملابس؟ لانه عاده هاي الاماكن تكون حاره ورطبه، لان الجسم عاده مناطق الطيات اللي هي الاكزيلر الانجواينال فولد اللي هنا الفليكشرال سايت يكون المكان يصير به رطوبه ويصير حراره، فالمايكرو اورجانيزم يفضل هاي المناطق. طبعا هو يعيش بالملابس، ولما يريد يتغذى ينتقل للسكن، بس يتغذى ويرجع للملابس. فلذلك هذا السكن ليجن اللي قاعد يشوفه واللي شفتوه بالصوره هاي الفوق هذا سببه الفيدينج، ونفس الفكره البيديكيلوسيس، نفس الفكره البيديكيلوسيس كابيتس، انه المايكرو اورجانيزم لما يعض الجلد راح يعوف السلايفه موجوده بالجلد، الجسم يعتبرها فورين ماتيريال وتصير درماتيتس اجينست ذس ماتيريال. فلذلك هذا السكن ليجن نتيجه الالرجي واللينير اللي قاعد تشوفه، لان هاي الالرجي تسوي حكه، فالمريضه باظافرها تحك الجلد على مود تخلص من الحكه، ولذلك راح يصير عندنا اكسكوريشن ويصير عندنا هذا السكن ليجن. وهسه بهاي الصوره تشوفون بشكل واضح الادلت مايكرو اورجانيزم، وشوفوا هاي الصوره السيم اوف كلودس طيات الجلد طيات الملابس العفو شلون متجمعه بيها الايجز ومتجمعه بيها الادلت مايكرو اورجانيزم. دكتور جعفر يقول سكن ليجن ستيمولاتينج اور ات از الرجيك درماتيتس اور كونتاكت. طبعا دكتور محمد باقر، الكونتاكت درماتيتس بيها نوعين، بيها الرجيك وارتن، فإت إز كونتاكت درماتيتس، واضح الفكرة دكتور؟ الإرتنت إذا مادة تهيج الجلد هي تسوي لك التحسس، مثل فرضا واحد يديرون عليه قاصر، القاصر راح يصير إرتنت كونتاكت درماتيتس. جعفر إيشي، وبالنسبة للدكتور جعفر سأل سكينينج، ما فهم الدكتور السؤال، يعني إذا تقدر دكتور محمد بابر شنو قصدك دكتور سكن ليجن ستيمولاتينج؟ يعني السكن ليجن صار نتيجة الماتيريال هاي اللي اجت ويا تحفز الحكة، عاشت يا دكتور جعفر، واضح فكرتك. السكن ليجن هذا بدايته انه صار اليرجي من هاي الماتيريال اللي قلت لكم من المايكرو اورجانيزم، فصار بابيول، وهاي البابيول تحكه، يجي المريض باظافره يحك هاي البابيولز اللي هنا قاعد نشوفهن، ففعلا دكتور انه الحكه حفزت لنا ظهور هذني الاكسكوريشن اللي هو يعتبر سكندري سكن ليجن، فروم اليرجي تعتبر برايمري وهذا سكندري من السكراتشنج. طبعا العلاج اكو احد يقدر لايس تريتمنت، بس ننطي للبيشنت اور نوت، من يقدر يقول لي؟ يعني شلون نعالج هذا المريض؟ نعم دكتور جعفر، ممكن يصير secondary bacterial infection. احنا عندنا قاعده دكتور، ما دام الجلد الطبقه مات راح تتخدش، فالجسم معرض انه يكون مرات يصير عندهم نضطر نعالج البكتيريال انفكشن. عاشت يا دكتور احمد ودكتور محمد باقر، عالج الملابس، يعني ما ننطل هذول البيشن مجرد ناخذ ذني الملابس ونعالجهن، اما نبدلهن نذبهن وننطي ملابس جديده، او اذا فرضا
الأمور بوقتها صعبة، يعني قلت لكم إنهم مشردين وما عندنا هاي الإمكانية خاصة بالدول الفقيرة، نفس هالملابس بس يغلوها بالمي ويرجع يلبسها تنحل كل المشكلة. وبالنسبة للسكن ليجن هذا الإتشنج نتيجة الألرجي، نعطي أنتي هستامين وذني الأنتي ألرجيك ميديكيشن اللي إن شاء الله ناخذها بالمستقبل، كل البروبلم تنتهي. فالفكرة المهمة إنه تعالجون الملابس كعلاج، مو تعالجون، مو تعطي أنتي لايس للبيشن، لأن المايكرو أورجانيزم ما عايش بالجلد إنما عايش بالملابس. هاي مجرد الفكرة اللي أريدها توصل. آخر نوع من القمل اللي هو البيديكيلوسيس بيوبس، وهذا يعتبر in Iraqi population the second most common type. البيديكيلوسيس بيوبس اللي يصير لنا بالشعر الموجود بالسكشوال أريا اللي هو البيوبك هير، هذا المايكرو أورجانيزم إلى قابلية أنه ينتقل ويصير الميكروأورجانيزم الأول، إن اثنينات الميكروأورجانيزم واثنيناتهم ممكن انفستد. عاشتي دكتور محمد باقر ودكتورة سينا ودكتور علي، السيبوم إذا تتذكرون وإذا نرجع للمحاضرة الأولى عند أنتي باراسيتيك أند أنتي فانجل أكتيفيتي، هذا الميكروأورجانيزم اللي يصيب البيديكيلوسيس بيوبس كلش حساس من السيبوم، أما المايكرو أورجانيزم الأول إلى قابلية يقدر يقاوم السيبوم ويسوي المشكلة، أما هذا حساس. فلذلك هذا المايكرو أورجانيزم يصيب لك كل الهير الموجود بالجسم ما عدا الهير الموجود بالسكالب، وهاي النقطة كلش مهمة. عاشتيكم على الإجابة. فلذلك لما نشوف واحد عنده بيديكيلوسيس بيوبس نفحص الأكزلة ونفحص حتى الآي لاشز والآي برو، وهاي الشغلة اللي أريد تنتبهون إلها، لأنه هواي قاعد يجون أطفال للاستشارية يجون بهذا البرزنتيشن، نلقى عندهم البيديكيولاس موجود فقط بالآي برو وبالآي لاشز، نفحص الهير ما عندهم، نفحص الأذر سايد كوشي ماكو. الفكرة وين؟ الفكرة هذا طفل أمه تبدله تمشط له شعره، الأماية عندها بيديكيولوسيس بيوبس وهي in contact with her child. الطفل ما يعني الطفل قبل البيوبرتي ما عنده هير بذن الاريا، لا عنده بالبيوبك اريا ولا عنده بالاكزيلا، فلما ينتقل المايكرو اورجانيزم من الامات يروح يدور على مكان بيه هير، يروح المكان السكالب ما يقدر، رغم بالطفل السيبم قليل بالسكالب بس هذا very sensitive، الوجود السبيشيس جلاند sensitive فيشرد منها، فالمكان الوحيد اللي يقدر يصيبه بالطفل هو الآي برو والآي لاشز، وهذا كمان بالاستشارية نشوفه. يجون أطفال عندهم هذا البرزنتيشن، نلقى الأدلت مايكرو أورجانيزم والإيج موجودة فقط بذن التو سايد لأن باقي المناطق ما بيها هير يصاب، وهذا المايكرو أورجانيزم ما يصيب السكالب بالطفل، لذلك نلقى فقط هذا البرزنتيشن. العلاج سهل طبعا، مرات وما يجيب لنا بس الطفل إذا يعني عدى هاي الكونديشن بسرعة أطلب أنا من المقيمة الموجودة يمي أو إذا أكو طبيبة أقل لأن هو مين إجا، فعادة الأماية العلاج ما نفس بس عادة هذا المايكرو أورجانيزم يكون ريزيستنت، فلذلك يفضل وإحنا ننصح إنه البيوبيك هير وإذا صايب الأماية السويلة أو البيشن السويلة أوفل، وحتى طبعاً بالميل نشوفه يجونا بديكيلوسيس بيوبس بالميل كلش طبيعي، نطلب منهم أول شيء يسوون يعني شيفينج أو رموفل للهير الموجود بالسكشوال أريا، بعد ذلك يستخدمون الأنتيلايس، ونفضل نستخدم الأنتيلايس كريم ما نستخدم الشامبو، لأن ما ممكن استخدام الشامبو، إحنا أول شيء نطلب منهم إنه يوخرون الهير، فنوخر الهير ويستخدمون الكريم، الكريم أفضل بهذا السايت، يعني بير مثلين كريم، والعلاج نفسه الفرق بالديوريشن، الكريم يحتاج 12 ساعة يلا ينغسل، أما الشامبو إذا تذكرون قلت لكم 10 دقائق كلش كافي،
أيضا يستخدم مرة واحدة وورا أسبوع يكرر. لحد هنا خلصنا البيديكيلوسيس، يعني خلصنا القمل. أحد عنده سؤال شيء واضح، نقطة مو واضحة بالعلاج بالكلينيكال فيتشر؟ إذا واضح الأمور ناخذ السكند ديزيز وننهي المحاضرة اللي هو السكيبيز، يعني البغداد بويل نأجلها على المحاضرة الجاية. السكيبيز اللي هو القمل، السكيبيز very common، ما تتصورون ايش قد بالاستشارية يجون سكيبيز. طبعا دكتور جعفر يسأل related to the pubic lice, pubic skin already has sebaceous gland so there is a sebum secretion, so why lice can live. واضح دكتور جعفر. دكتور السيبيشيس جلاند الكومبوزيشن مالتها بالسكريشن يختلف، يعني الماتيريال والثيكنس مالت الماتيريال تختلف. السيبيشيس جلاند موجودة بكل الجسم بس الدنسيتي مالتها تختلف، وكذلك السكريشن يختلف من سايت السايت. فلذلك دكتور لو ناخذ 1 سنتيم من السكن الموجود بالبيوبك اريا وتاخذ 1 سنتيم موجود بالسكال، اذا بهذا ال 1 سنتيم بالبيوبك اريا تلقى مثال، مجرد مثال تلقى 10 سيبيشيس جلاند، هناك راح تلقى 1000. فاول شيء نمبر اوف سيبيشيس جلاند يختلف، ثانيا دكتور الكومبوننت لقوا يختلف، يعني لما يفحصوا السيبم اللي موجود بالسكال لقوا الماتيريال الموجوده به تختلف عن الماتيريال. ما اعرف دكتور اذا النقطه وضحت لون. itching يشبه ال itching مات السكيبيز والليجن يشبه له. الفكرة انه هذا مرات السكيبيز ما موجود عند الانسان، موجود بالانيمال مالته. الانيمال سكيبيز ما له قابلية انه ينتقل للهيومن ويعيش على الجلد، ما له هاي القابلية. يشبه البديك يعيش على الملابس، ما يقدر يعيش على الجلد. هنا نفس الفكرة، هنا بالانيمال سكيبيز يعني الانسان اذا مربي له حيوان وهذا الحيوان بي سكيبيز يجينا يراجعنا للاستشاريه نلقى عنده ليجينات ان كاركترستيك سايت تشبه السكيبيز هم اكسكوريتد بابيول، ولكن لما نروح للسايت اللي هسه راح ناخذها بالكلينيكال فيتشر اللي هي كاركترستيك اوف هيومن سكيبيز ما راح نلقاها. الفكره وين؟ الفكره هذا الانيمال ما تبيها سكيبيز. المايكرو اورجانيزم بحكم هو يحضن القطه مالته تجي يمه، المايكرو اورجانيزم يصير ان كونتاكت وذ هيومن سكن فيسوي الاليرجي بس ما يقدر يعيش، يعني ممكن يسوي ساكينج ويذب هاي الماتيريال بس ما يقدر ينتقل ويعيش ويسوي له السكيبيز العادي. فلذلك الانيمال سكيبيز كون نحطها ببالنا خاصة خلال هاي الفترة انه بدأوا يجون سكيل ليجن from animal scabies بس بهاي الحالة ما نجن عالي سيطروا هسه بدأت تنفت هاي مجرد النقطة على مود نعرفها. يطلعن ويروحن يثقبن مكان اخر بالجلد ويبدن ينتشرن، هاي الفكره كلها. فاذا قاعد تشوفون تجيك اللارفا بالبدايه تتحول الى نيمف، وهنا الادلت سوى الايج وايضا يتحول تالي من جديد الى نيمف، والنيمف بي ستيجات الى ان يتحول الى ادلت وتالي يبدي نيو لايف سايكل. هاي كحياته شلون يعني تصير عندنا اللايف سايكل اوف سكيبيز مايت. هسه كلينيكال فيتشر المريض شلون يجينا؟ قبل السكن مانيفستيشن المريض يعاني من اتشنج، وهاي كاركترستيك اتشنج بالسكيبيز مثل البيديكيلوسيس
قلنا تصير حكة أكثر شيء بالليل. أبو السكيبيز الحكة ما تكاركترستيكلي آت نايت، يعني الحكة ما تصير بس بالليل. طبعا ليش تصير بالليل؟ أكو هواي أسباب ما نريد ندوخكم بيها، بس إلها علاقة بالدرجة الحرارة مالت الجسم. الإنسان لما ينام درجة حرارة الجسم ما راح ترتفع إلى يعني حد معين، هاي تكون يعني مثالية للنمف إنه تطلع وتسوي ذن المشاكل اللي موجودة. وحتى لقوا إنه هاي الماتيريال اللي هي أيضا هي تحفر وتترك ذن الماتيريال السكابالا اللي هي الستول مالتها، واللي هي تسوي الالرجيك رياكشن. لقوا إنه هاي الالرجي بهاي درجة الحرارة المعينة تهيج أكثر إنه إذا الإنسان غير درجة حرارته. ولذلك أكو سؤال كانوا دائما يسألونا إياه، يقولون أنتوا تقولون نايت إيتشينج. زين إذا أكو إنسان فرضا كمثال عدة خفارات بالليل، يعني هو بالليل قاعد وبالنهار ينام، الحقيقة الحكة تصير ويا النومة مو الحكة تصير بالليل. ولذلك إحنا نقول دائما بالكتب نايت إيتشينج، لأن الإنسان متعارف عليه عالميا إنه النوم بالليل. ولكن إذا أكو ظرف استثنائي إنه إنسان ينام خلال النهار نتيجة العمل مات، الإتشينج راح يصير خلال النهار لأنه مرتبط بالنوم. فأعتقد الفكرة وضحت يعني. فالبرزنتيشن نايت إتشينج. المشكلة بالسكيبيز إنه هاي السكين ليجن اللي راح نبدي ناخذها ما تطلع بالبداية، عادة تحتاج من شهر إلى شهر ونص after infestation، يعني الإنسان يصاب وتكون إلى قابلية إنه يعدل آخرين ولكن ما عنده سكن ليجن لمدة شهر إلى شهر ونص. وهاي المشكلة بالسكيبيز، ولذلك ينتشر بسهولة لأن الإنسان بعد ما طلع عليه الأعراض. وحتى إحنا عدنا بالكتب وبالبحوث شافوا قبل الإتشينج، قبل ما يبدأ الإتشينج وهو مصاب يعدل الآخرين، وبعد الإتشينج ما طالع نتيجة الإنكيوبيشن بيريد عالية. مثل ما قلت لكم بهاي الصورة إذا تتذكرون إنه المايكرو أورغانيزم يحفر لكم الستراتم كورنيوم، هذا الليجن اللي راح يتكون نتيجة الحفر هاي التنل يسموها بارو، يعني الحفرة اللي هو الأدلت مايكرو أورغانيزم حفرها بالستراتم كورنيوم. عادة نلقى المايكرو أورغانيزم بنهاية التنل بنهاية البرو، يعني هنا نلقى المايكرو أورغانيزم. فمرات إذا نريد نتأكد من التشخيص، بس هو واضح لنا، بس نريد نتأكد نشوف النهاية مات البرو، نفتحها بشلفة بسيطة يطلع لنا الأدل. طبعا الأدل بالعين المجردة صعبة تشوفه، يكون كلش صغير، فذلك درموسكوب يعني مكبرة ونشوفه. هذا يعتبر باثوجنومونيك سكين ليجن للسكيبيز، يعني البرو ما تشوفه بأذر دايجنوسيس، هو باثوجنومونيك للسكيبيز خاصة إذا صار انسيرتن سايت. ذن السايت كلش مهمة تعرفوهن، يعني إحنا لما يجينا مريض يقول لك دكتور أنا عندي حكة بالليل صار لها فترة، ويعطيك بالهستري فالشيء اللي هو هنت انه مين اجى المايكرو اورجانيزم. يعني يقول لك دكتور انا اشتغل بالجيش، انا اشتغل بالشرطه، دكتور انا سافرت وبتت بالفندق فثلاث ايام، او دكتور انا صارت عندي قضيه ودخلت للسجن. هذني المناطق الجوبز او الترافلينج بالهستري ذني هنت لك انه تعرف السوء of infestation. فلما نفحص المريض نفحص عن البرو، والبرو ورا فترة راح يبدي يكون لك ذن البابيول اللي هنا نتيجة الالرجي. مثل ما بالبيديكيلوسيس قلت لكم تطلع لنا بابيولز from the saliva، هنا البابيول تطلع من السلايفة وتطلع من الاسكابالا. الاسكابالا قلنا هي الستول مالت المايكرو أورغانيزم اللي تبقى بالجلد، هاي تعتبر الالرجي. الالرجي تسوي بالسكن وتسوي لنا هذا المانيفستيشن، واضح؟ فلذلك هسه قاعد نشوف المايكرو اورجانيزم موجود بالويبس اوف ذا فينجر، يعني موجود باطراف الويبس
يعني بذني بالطيات اللي between the finger هذا يعتبر characteristic site ونشوفه بالرست بالinterior surface of the wrist أيضا نشوفه وكذلك قاعد تشوفون هسه هاي كل ما تتطور الحالة وتتأخر بالعلاج يصير الليجن more obvious فأهم أول يعني the most common and the most important site to be examined بالسكيبيدز هو the whips of the finger وكذلك the wrist very important شو نشوف به نشوف البارو ونشوف ذني الإكسكورياتيد بابيولز كلش كاركترستيك ومرات حتى بس شول نشوف مرات نشوف لايكينيفيكيشن إذا الشغلة صارت كرونيك والمريض تأخر بالعلاج السكند سايت اللي هو important to be examined اللي هو الأكزلة خاصة بالأطفال very important نفحص الأكزلة نلقى أيضا ذني البابيولز والساين of allergy بعد other side very important to be examined هو الامبلايكس نشوف بالامبلايكس أيضا excoriated papule وsign of allergy ذني لحد الآن المناطق اللي أخذناها ذني not pathognomonic characteristic to the scabies but not pathognomonic بالميل عندنا pathognomonic site إذا لقينا بي ذني البابيولز تعتبر pathognomonic اللي هو الجلانس بينس والسكروتم وبالفيميل يعتبرون النبل والبريست باثجنومونيك فور سكيبيز ان فيميل ولذلك احنا اذا اجت فيميل او اجا ميل وفحصنا الفينجرز الويبس اوف ذا فينجر ولقينا نروح بسرعه بالميل ونروح نفحص الجلانس بينس والسكروتم وبالفيميل كون نفحص البريست فيري امبورتنت طبعا نسيت اخلي لكم صوره بالإنفانت بالإنفانت كاركترستيك سايت اللي هو البالم والسول تلقون بيهن بابيول وبستول وحتى تلقون البارو بالبالم والسول يتركز بالإنفانت very important لأن السايت كون ما تنسوهن والبرزنتيشن قلنا نايت إتشينج قلنا بالهستري يجيك نايت إتشينج ويجيك يقول لك دكتور أنا لو كنت بالسجن لو أنا شرطي لو بالجيش hint انه عاده multiple family member the scabies is very contagious بسرعه ينتقل الى multiple family members فلذلك عندنا قاعده بالجلديه اذا يجوك عائله يعني multiple family member and complain from night itching عندهم حكه بالليل وفحصتهم وما لقيت اي skin lesion it is considered scabies and to prove otherwise ولما أقول لكم consider scabies يعني تعالجوا تنطي antibiotic ما تعوفه لأن scabies contagious دول إذا عفتهم بدون العلاج راح يعدون عوائل أخرى والscabies اللطيف بالعلاج مات من الفيرست application بس نحطه على المريض وراح مع الساعة المريض يصير يعني non contagious بعد ما ينتقل ما ينقل المرض للآخر خلصنا الكلينيكال فيتشر وعرفنا الدايجنوسيس يعتمد كلينيكلي نادرا ما نضطر انه نستخدم الدورموسكوب ونطلع المايت ونشوفها لان عندنا كمان يعني الكمان السكيبيز ومتعاملين به واي فمن البابيولز وذن السايت اللي شرحت لكم كافي انه نوصل للتشخيص وانه المريض عنده نايت اتشينج ومالتيبل فاميلي ممبر كلش كافي ككلينيكال انه نشخص المريض نادرا خاصه بالغرب يستخدمون مرات البايوبسي على مود يطلعون المايت والإيج الموجودة بالستراتم كورنيا مثل ما راويتكم بالصورة هاي تطلع لنا بشكل واضح المايت الموجودة والإيج والإسكابالة آخر سلايد إنه شون نعالج المريض يعني مريض عندنا سكيبيز وشخصنا سكيبيز شون نعالجه أكو علاجات أكو علاجات موضعية وأكو علاجات عن طريق الفم ما أدوخكم بالعلاجات راح تلقوهن بالمحاضرات شايريلهن ولكن أكو علاجين مهمات لأن موجودات بالاستشارية وهواي يعني بالاستشارية وبالصيدليات وإحنا نعتمد عليهن بشكل هواي اللي هو البيرميثرين والسلفر أكو أحد يقدر يعرف للسلفر شنو فد يعني الدواء شائع العوائل هواي تعرفه هسا لو تسأل أجدادكم بيبياتكم يعرفون شنو السلفر عاشتي دكتورة سينا الكبريت
الكبريت هواي كان يستخدم في علاج السكيبيس، في علاج الجرب. عاشتيكم دكتورة ميادة ودكتور أحمد. السلفر هو الكبريت. السلفر حاليا تطورت الامور، صنعوا لنا البيرميثرين. هسه نراويكم الفروقات لان ذي هواي نستخدمهن. لحد الان الكل يستخدم البيرميثرين والسلفر، رغم اكو علاجات اخرى مثل البنزوات وغيرها من العلاجات اللي هسه تلقوها موجوده بالمحاضره، ولكن ذني السايد افكت مالتهن قليل، فيري افكتيف، ايزلي تو يوز للمريض، ولذلك نعتبر البيرميثرين بي تو تايب تركيزين، أبو الثنين ونص وأبو الخمسة بالمية. أبو الثنين ونص نستخدمه للأطفال اللي أقل السنة، وأبو الخمسة نستخدمه للأدلت اللي فوق السنة. طريقة استخدام البيرميثرين، كون يدهن المريض الجسم كله ما عدا الرأس فقط، بالإنفكت الرأس أيضا كون اندهنه. أكو أحد يقدر يقول لي ليش الإنفكت نستخدم هاي يكون ندهن الرأس، وليش بالأذر من ندهن الرأس؟ هم دكتور محمد باقر عاشت يدك. السيبوم لقوا إنه السكيبيدز very sensitive، حتى أكثر من البيديكيلوسز، very sensitive، حتى لو مجرد يعني فد شيء neglected من السيبوم الموجود، لأن إحنا ندري إنه الأطفال السيبوم production very mild، لقوا السكيبيدز very sensitive، فلذلك باللي عمره فوق السنة ما يحتاج نستخدم انتسكيبتك، نستخدمه على الرأس. ما عدا جو السنة يستخدم، كون يدهن يعني العائلة تدهن الرأس والسكالب مع تلبيشن. البيرميثرين يدهن عادة بالليل، كون يبقى على الجسم 12 ساعة، خلال هاي 12 ساعة كون ما ينمسح، يعني هو يدهن جسمه كله. ولذلك انت اكيد خلال 12 ساعة المريض يريد ياكل، يريد يروح للتواليت، نقول له اي مكان ينغسل كون ترجع الدهنة من جديد، الدهن ما يفارقك 12 ساعة. ورا 12 ساعة يغسل، وراها المريض يكون نون كونتيجيوس، يعني ورا ما نحط هذا الدواء لمدة 12 ساعة صار نون كونتيجيوس. ولكن نفس الفكرة، العلاج كون ورا اسبوع يكرر المريض ايضا مرة واحدة، هم يدهن 12 ساعة وتنتهي المشكلة. البيرميثرين الموجود حاليا بالصيدليات وهواي خاصة الهندي والأردني يكون إرتنت، ولذلك كون تختارون شركات براند، ذولاك يحطون ويا ماتيريال بريزيرفاتيف تكون فيري إرتنت، فتختارون كون شركة جيدة رصينة يكون البيرميثرين مالتها نوت إرتنت. واضح؟ وبالنسبة للسلفر، عشان دكتور حيدر أنا بالنسبة لي خلصت المحاضرة. السلفر طريقة استخدامه يندهن الجسم كله 3 أيام، فرق عن البيرميثرين مو 12 ساعة، وأيضا ورا أسبوع يكرر. كمحاضرة دكتور انتهت. أشكركم يعني على حسن الاستماع، وإذا أحد عنده سؤال شيء مو واضح لحقون هسه راح تبدون محاضرة العيون حتى لو يراسلني. وأنا يعني آسف على الاستعجال بس لأن الوقت ضيق. في أمان الله. This session is no longer being recorded.